اش غادي نقول لكم؟ يعني ماشي وقت بصراحه، نقول لكم ماشي وقت هاد الميكروات وهاد الكاميرا وهاد الشيء، لان وقت عزاء. غادي نقول لكم هذاك السيد راه كان معلمه وكان قدوه. السيد كان اخلاق، ما نهضرش على الممثل، غنهضر على الانسان. انه ملي كتجلس معاه، انا كنتلاقى معاه بعد نوات في لي تورناج ديال الافلام الاجنبيه، السيد كتشك فيه واش معانا في الدومين ولا ما معناش. تيلمو ما تيدويش على كيدويش على الناس، ما كيدويش على التمثيل، ما كيدويش على 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 لي كوليغ، ما كيجبد الناس غير بالخير الصراحه. اش غادي نقول لكم؟ يعني خلاص هذا القول، يا ربي ترحمه وتوسع عليه يا ربي. اش غادي نقول؟ غادي نفتخذوه في الحقيقه في الساحه الفنيه، ولكن هذا قدر الله، ما عندنا ما نديرو. وشكرا بزاف وسمحوا لي بزاف. اشتغلت معاه في في الافلام الاجنبيه، ما اشتغلتش معنا في هادشي ديال. وسيد راه كانت عنده واحد المكانه كبيره عند الناس ديال برا، الاوروبيين الامريكيين كانوا تحت، يعني عندهم هذاك السيد، هما كانوا كيجيو يقلبوا عليه. تيلمون كان في واحد المستوى عالي. افيكتيمون. واش غنديرو؟ عندي دابا هوروزمون ساليت دابا شويه بكري، ما يمكنش ما ندوش كوكت. والمهم غادي نقول لكم تنحاولوا نديروا الواجب ديالنا وصافي. دابا راه خص عبدنا، دابا رمضان على الابواب، راه كلشي راه كانوا وجدوا لكم فاش تفرجوا. راه دابا هذه حنا ربحنا بحال مالين الشباكيه، هذه الوقيته ديالنا ديال الخدمه. السلام عليكم. خويا اش غادي نقول لك؟ اللي صعيب هو الفراق، هذا هو ما الموت راه فرض علينا، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. وتوفوا لنا بزاف الاصدقاء في الميدان، ولا زلنا نتذكرهم، وناس عشنا معهم عاشوا معنا في الميدان، وتعاشرنا لسنوات وسنوات. ماشي سهل باش تفرق مع واحد الانسان، واحد الفنان اللي اقتسم معك الحلو والمر في هذا الميدان هذا. وكتعرفوا هذا الميدان راه شاق جدا، وهذا ما شاء الله نتمنوا له الرحمة والمغفرة، والله يغفر لنا. ولا وفقدنا واحد الصديق عزيز، حميد نجاح، راه من الممثلين الكبار اللي هرم الأهرام ديال السينما والتلفزيون والمسرح. هذا هو غادي يبقى دائما في الذاكرة ديالنا، ما عمرنا غادي ننساوه. ونتمنوا من الله يغفر له ويرحمه برحمته الواسعة، ويجعل له مقاما في الجنة إن شاء الله بحول الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو بزاف ديال الإخوان اللي توفوا، وداك الشيء دائما كنتلقاو الموت ديالهم على غفلة، عبر المنابر الإعلامية وهذا، وعبر الجرائد الصحافة الورقية وداك الشيء وهذا. لكن قدر الله هو هذاك، شنو ما بيدينا حيلة كما كيقولوا. من الخبر راه كنتلقاوه من طبيعة الحال بصدمة، أننا فقدنا واحد الغصن من الشجرة، يعني الشجرة كتموت غصن بغصن حتى ما كيبقى فيها والو، كيبقى الجدع إن شاء الله والعائلة والوليدات وهذا. والله يصبرهم، والله يصبرهم، الله يرزقهم الصبر والحياة تستمر. آخر لقاء كان بيني وبينه هنا في حدا السكنة ديالو في المقهى، مرة ملي كان كيقدر يخرج مسكين، وهذا كتخرجوا الزوجة ديالو كيساعدوه على الخروج ويتمشى شوية، كنتلاقاه مرة، ولكن شحال هادي ما شفتوش، لأنه التزم البيت ديالو، ما بقيناش كنشوفوه نهائيا. ولكن آخر عمل اشتركنا فيه أنا وياه، يا سلام، غادي يبقى للذكرى إن شاء الله بحول الله، هو السلسلة ديال سيدي عبد السلام بن مشيش. يعني كانت واحد السلسلة جميلة جدا وروحانية، فيها أولياء الله الصالحين وقصة ديال الحياة ديال سيدي عبد السلام بن مشيش. وكنا مثلنا شخصنا أدوار رائعة، وحميد كان رائع جدا، وهو دائما رائع الحمد لله. وجه ديال السينما والثقافات تبارك الله، وتجربه في الحياه، ومناضل في الميدان، وما شاء الله اداه الله، وهذا هو القدر. هذه اول ما جيت لهنا باش نحضر الجنازه، اول ملاحظه لاحظت شفت في الناس، درت واحد الدوره بعينيا في الناس اللي واقفين اللي حاضرين. مع الاسف الشديد اتاسف، واحد الاسف اليوم غيدوز عندي كله
يعني ساكنه لي هذه النقطه في الذهن ديالي، ما غاديش تم حتى النعس في الليل، لانه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انسان اللي عاشركم 40 سنه تقريبا وما كاين حتى 10 ديال الناس، ما كاينينش. وراك شحال من فنان كاين في المغرب، تقسم يجيو من مراكش، من الرباط، من مكناس، من جميع المدن ديال المغرب يحضروا لهذا الفنان. ماشي شي واحد مجهول ولا ما معروفش ولا ما اشتغلش في الميدان ولا هذا، راه محبوب الجماهير. هذا حميد نجاح ما كاينش اللي ما كيعرفوش، مشهور، فنان كبير، عبقري، هرم مع الاسف الشديد. علاش ما يحضروش؟ اديو غير الاجر، توادعوا غير مع واحد الانسان بعد يغفر لكم الله وطلبوا ليه المغفره والرحمه وهذا، وغادي توصلوا الدعوات ديال الرحمه، باش ما كثرت الدعوات من طرف الناس، من طرف الاصدقاء. وربي راه كطرف راه الكتاب ديال الملائكه غادي يعمر بالرحمات على حميد. وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كل واحد يتحمل مسؤوليته امام الله، وهذا الشيء اللي كاين. عزاونا واحد في خونا وعزيز عنا سي حميد نجاح، ممثل مقتدر اللي كيحب الجميع وكيبغي الجميع. الله يرحمه بكل صراحه، الله يرحمه ويوسي عليه، والله يرزق العائله ديالو الصبر والسلوان، والله يجعلهم من اصحاب الجنه. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول على خويا حميد نجاح. ومرته فاتحه كنطلبوا ليها الصبر، هي وليداتها والعائله ديالو، كل شيء هذا ما كان. الله يرحم خويا، الله يرحمه. ما تيقتش في الاول، انا ما تيقتش، عيط لي خياري وابراهيم خاي قال لي راه حميد سمعنا توفى، واش بصح ولا لا؟ قلت له انا ما كاين والو، راه هادشي دعايات وداك الشيء. ولكن شويه ما شداتنيش الوقت، قال لي راه عيطت لمرتو اللي فاتحه جاوبتني، قلت لها حميد لقيتها كتبكي، قالت لي توفى مات الله يرحمه. والله يرزقها الصبر، الله يجعلها لي مغفره الذنوب، الله يجعله من اصحاب الجنه. وهذا ما كان. وخويا صافي لونطوم اللي مرض وداك الشيء، اكتشفتوه هنا في القهوه جالس كيهبط يجلس شويه، هضرت معاه ضحكت انا وياه وهادي، وصافي من تما ما بقاش كيقد يهبط وما هادي، لان عيا شويه وهداك الشيء. ايوا اش غادي نقول لك؟ الله يرحمه، الله يجعلها لي مغفره الذنوب، وصافي هذا ما كان. دابا يجيو ولا دابا يجيو، راه كاين اللي باقي كاع ما في خبارو بان حميد عزيز على كل شيء، حميد عزيز على كل شيء. ها هو سي بدريجة دابا من التورناج عنده واحد الوقيت ديال الروبوجا، هو مسكين جا كيجري دري ما لقاوش مخرجين وكل شيء كيبغيه، كل شيء كيبغيه. لان الا ما حضروش راه الدعاوي ديالهم كاينه، وكتعرفوا دابا كاين اللي تورناج وكاين الخدمه وداك الشيء، راه بنادم راه ما يكرهش. هو عزيز على كل شيء، هو وكيحبوا كل شيء كيحبوا، والله يرحمه. صافي هذا ما كان. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.